نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى تفاصيل النشرة. قتل شرطي واحد على الأقل عندما هاجم مسلحون مجهولون وانتحاريون مركزا للشرطة في مدينة زهدان عاصمة محافظة سيستان بلوخستان بجنوب شرق إيران. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن اثنين من المهاجمين فجرا حزامين ناسفين في مدخل مركز الشرطة، بينما دخل مهاجم ثالث المركز. وصرح نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة بأن أربعة مسلحين هاجموا مركز الشرطة مستخدمين قنابل يدوية لتفجير بواباته، وأنه حدث تبادل لإطلاق النار. قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن قوات بلاده تقدمت لأكثر من كيلومتر في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق بلاد، وأضاف أن القوات الأوكرانية لا تزال تمسك بزمام المبادرة في باخموت وتضغط على الجانب الروسي، وتقوم أيضا بعمليات هجومية وتتقدم على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية. بينما قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية حققت نجاحا جزئيا إلى الجنوب الغربي من باخموت. في المقابل نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله إن القوات الروسية صدت هجوما أوكرانيا على قرية كليفشكا وتمشط المنطقة لطرد القوات الأوكرانية المتبقية. من جهتها أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 36 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني وقوات روسية في عدة مناطق بينها ليمان، باخموت، أفديفكا. وأضافت هيئة الأركان أن القوة الروسية شنت الليلة الماضية هجمات على أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد. كما شن الجيش الروسي 53 غارة جوية وأطلق 60 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع الجنود الأوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية، واصفا هذه الخطوة بالصائبة التي يجب القيام بها رغم صعوبة القرار. وقال المستشار الخاص بالأمن القومي بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ القرار بالتشاور مع حلفائه، وذلك بعد توصية بالإجماع من إدارته. وأضاف أن الأوكرانيين قدموا ضمانات خطية حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من أخطارها على المدنيين. يذكر أن موسكو كانت قد حذرت من مغبة تزويد كييف بهذه الذخائر، معتبرة أنها خطوة جديدة نحو التصعيد. ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 500، قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية العملية العسكرية، كما أنها تعتبر منطقة استراتيجية. وفي مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن جزيرة الثعبان لن يغزوها من سماهم بالمحتلين أبدا مثل كل أوكرانيا، لأنها بلد الشجعان على حد تعبيره. حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا على تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أردوغان مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب مباحثتهما في مدينة اسطنبول، حيث ناقش اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي بعد 9 أيام وتهدد روسيا بعدم تمديده. كما أعلن أردوغان عن زيارة سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا الشهر المقبل. من جانبه أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تم بحث مسألة إعادة جميع الأسرى بما في ذلك الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى روسيا.
أهلا بحضراتكم من جديد. تعقد منظمة إيجاد للتنمية بشرق إفريقيا اجتماعا بعد غد في أديس أبابا لبحث سبل حل الأزمة السودانية. وقال مسؤول بالمنظمة إنه تم توجيه الدعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع لحضور الاجتماع، وأنهما قد يحضران أو يرسلان ممثلين رفيع المستوى. كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، حيث ارتكبت أعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية، بينما تواصلت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم. كشفت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني عن أنها ستنظم في 23 من الشهر الجاري مؤتمرا حكوميا كبيرا بين دول إفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة. وقال تاياني إن إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا، ولكنها على استعداد لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل، معربا في الوقت نفسي عن الاستعداد لزيادة عدد هؤلاء المهاجرين إلى أكثر من 120 ألفا سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. في ثاني أيام زيارتها لبكين، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ضرورة أن تواصل الصين والولايات المتحدة العمل معا بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي. وشددت يلين على أن تمويل مكافحة التغير المناخي يجب أن يوجه بشكل فعال، داعية الصين إلى دعم مؤسسات متعددة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ. على صعيد آخر، قالت يلين إن على واشنطن وبكين التنافس بنزاهة والتواصل على نحو مستمر حول مجالات الاهتمام المشترك، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ستواصل التعبير مباشرة عن مخاوفها إزاء ممارسات اقتصادية معينة، وستتخذ إجراءات محددة لحماية أمنها القومي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة اقتصادية جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية. وأكد بايدن أن الهدف هو وضع حد لاستغلال شركات التأمين الصحي التي تستهدف الربح على حساب الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الرسوم غير مرغوب فيها لخطة التأمين الصحي. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة والجاري تشغيلها من قبل شركة أنتي بلوكشن إيجيبت خلال الفترة المقبلة ستكون وهي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية. جاء ذلك خلال جولة الفريق أسامة ربيع التفقدية لمصنع شركة أنتي بلوكشن العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان. وعقب انتهاء الجولة، ناقش الفريق أسامة ربيع مستجدات الخطوات الإدارية التنفيذية لإنشاء شركة أنتي بوليوشن إيجيبت ونتائج اجتماعات لجنة العمل المشتركة للانتهاء من الدراسات اللازمة لبدء العمل بالشركة على أساس علمي وصحيح. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أهمية مؤتمر المناخ القادم على البناء على النجاح المحقق خلال المؤتمر السابق في مصر، واستكمال أيضا العمل على مبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مؤتمر مصر لمؤتمر أو خلال رئاسة مؤتمر مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات اللوجستية لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من العام الجاري. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة بدء المحافظات في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المرحلة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري بجميع المحافظات، مشددا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
ووجه أمن المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية. طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بأنحاء الجمهورية كافة. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها، دي جت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. المنفذ ده اسعاره يعني مش موجوده في حته تانيه، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامله حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الاسماك كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه ووقت لما تحتاجين. كما تطرح المنظومه هذه العبوات عبر منافذ متحركه، وهي سيارات تتوجه بها الى الشوارع والميادين لضمان استفاده المواطنين من التخفيضات باماكن كثيره على مستوى الجمهوريه، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهوريه وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت، وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها، دي كانت زمان. مبادرة جميلة ممتازة، وفرت للناس كتير، يعتبر الحاجة اللي معروضة بأقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على إن هو بيهتم بالناس الغلابة. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها، دي كانت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد، ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. 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 من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم نشرة الظهيرة. شكرا لحضراتكم، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار على المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني ماسبيرو.جي. في رعاية الله.